هل يتمتع الإعلام في الوقت الحالي بالحرية الكافية التي تجعله دائما عند حسن ظن الجمهور؟ اه طبعا، لان اقول لي ما فكرش كتير. اه طبعا. لا لا طبعا، لان اقول لي ايه الخبر اللي حضرتك ممكن بتقراه في حته تانية ما بتقراهوش في الاعلام المصري، هو ده المعيار. جزء من المشكله، ويمكن دي اللي بعض الناس اخطاوا فيها، انت احيانا بتراعي المزاج العام للناس، يعني ما بتوقفش. ده مش معناه برضو ان انت بتمشي ورا الناس، انت المفروض قائد راي مش بتمشي ورا الناس. يعني احيانا ممكن يبقى فيه راي غلط، بس هو شعبويا ماشي، واخد بالك، ما بتعملش كده. لكن في حاجات ليها علاقه بالمزاج العام للناس واللحظه السياسيه في الوقت ده. هو ده اللي بيفرق. دول حاجتين مختلفتين. لا، اللي بيفرق اللي عن كاتب عن كاتب. يعني يعني في كاتب يقدر يدرك الناس دلوقتي عايزه ايه، ممكن تتقبل ايه. يعني موجه ان احنا نركب راي شعبوي دي موجوده ومعروفه في الصحافه وفي الاعلام، وانا بعتبرها خيانه كبيره جدا. طبعا المفروض انا يبقى انا معاك، يبقى في قياده في الراي دائما من الاعلام او من الصحافه. بالعكس، انت دورك التنوير. يعني عن حريه الراي، وحضرتك ضربت لي مثال، قلت لي انت في ايه خبر ما بتذيعوش، في خبر وفي راي، فهل هناك حريه راي كامله فيما يتعلق بالاخبار والاراء بالنسبه للحظه الراهنه والظروف الراهنه؟ انا اعتقد انها كامله.